أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا فيكم في تحديثنا للأسواق المالية للجلسة الأوروبية هاليوم الأربعاء. الأسواق المالية وتحديدا أسواق الأسهم شهدت ارتفاع خلال الجلسة الآسيوية تابعة للارتفاع اللي شفناه في الجلسة الأمريكية يوم أمس، ويبدو أن المتداولين حاليا أقل تشاؤم تجاه تأثيرات رفع الفدرالي الأمريكي للفائدة على النمو الاقتصادي، خصوصا وأنهم حاليا عم بيتوقعوا أن الفدرالي ما راح يكون متشدد زي ما خشيت الأسواق المالية سابقا. إلى جانب ذلك، ثبت بنك الشعب الصيني اليوم سياساته النقدية التحفيزية للاقتصاد، مما ساهم على بقاء الثقة في الأسواق المالية. إثر ذلك عم بيشهد الدولار الأمريكي موجة تصحيحية هابطة استفاد منها اليورو وارتفع، خصوصا وهي الأسواق المالية مش عم تستبعد مفاجأة بكرة الخميس من البنك المركزي الأوروبي بأنه يرفع الفائدة 50 نقطة أساس، رغم أنه أعضاء كثيرين من البنك المركزي الأوروبي أشاروا لاحتمالية رفع الفائدة ب 25 نقطة أساس. إما الجنيه الإسترليني عم نشوفه بيستفيد من بيانات اقتصادية صدرت هاليوم لتظهر ارتفاع فاق التوقعات بالتضخم اللي وصل أعلى مستوياته من ثمانينات القرن الماضي عند 9.4% ليتداول الجنيه عند دولار و20 سنت أمريكي. خلينا نشوف التحركات الفنية للجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي. بحسب التحليل الفني عم نشوف الجنيه الاسترليني ارتفع مقابل الدولار ليوصل قريب من المتوسط المتحرك اللي بيعمل كمستوى مقاومة متواجد حول سعر 1.2050. وبنظرة على الرسم البياني فاصل ساعة راح نشوف الاتجاه الصاعد اللي تحرك فيه الجنيه الاسترليني خلال الفترة الماضية، بالتالي ممكن اعتبر التداول اعلى من مستويات الدعم المتواجدة عند 1.1980 سبب لمحاولات الارتفاع. عم بحكي محاولات لانه الجنيه الاسترليني راح يحتاج الثبات اعلى من 1.2050 لزيادة فرص امتداد الاتجاه الصاعد، لكن لازم نعرف انه التداول تحت 1.1980 ممكن يضعف الاتجاهات الصاعدة، بينما كسر 1.1920 ممكن يتسبب في معاودة الضغط الهابط مرة أخرى. ننتقل أخيرا لتحركات أسعار الذهب، واللي عم نشوفها مش عم تستطيع الاستفادة من انخفاض الدولار الأمريكي، وما زالت أسعار الذهب قريبة من أدنى مستوياتها من حوالي سنة. أسعار الذهب عم تتأثر بتوقعات استمرار رفع الفائدة في عدة بنوك مركزية في العالم، إلى جانب أن المتداولين حاليا عم بيتوقعوا آجلا أم عاجلا رح تبدأ معدلات التضخم بالانخفاض ليتداول سعر الذهب قريب من الحاجز النفسي 1700 دولار للأونصة. وأخيرا أسعار النفط عم تنخفض اليوم بعد 3 جلسات متتالية من الارتفاع، مع انتظارنا لها اليوم صدور بيانات عن مخزون النفط التجاري في الولايات المتحدة الأمريكية.